بعيد دون هزيمة في الدوري. يتحدث عن الهلال العاصمي سيد البلد، وفي ذات اللحظة يعلن الحكم حافظ عبد الغني إشارة بداية المباراة والنزال الوحيد دون هزيمة هلال العاصمة في هذا الدوري ب 18 انتصار و7 تعادلات، وأفضل خط هجوم ب 55 هدف بكرة أولى في المباراة من بكر المدينة. تنطلق هذه المواجهة وهذه المباراة الحماسية المشوقة منذ البداية. صعب التكهن بمن سيفوز بثلاث نقاط. مباراة اليوم كرة تعود من علي خلف الله أو أوريال المرقب، لكن كرة عكسية في وسط ميدان المريخ تعود للمحور من بكري بشير إلى الظهير الأيمن عبد الرحمن كورونغو. بداية هجمة بالنسبة لفريق هلال الأبيض. مباراة من العيار الثقيل، تحدي الكبار بين الأحمر الزعيم وهلال عروس الرمال. مباراة ينتظرها عشاق الساحل المستديرة في السودان بشغف كبير وبفارغ الصبر. هي لتحديد العديد من الملامح في الجدول العام للنسخة 53 للدوري المحلي هنا في قلعة شيكان للفخامة عنوان هلال التبلدي، كما يحلل الأنصار مناداة فريقهم. أحدث اختراقا كبيرا في الدوري السوداني في موسمين متتاليين منذ صعوده حتى الآن، استطاع حجز مقعد في أندية المقدمة وأصبح رقما صعبا لا يمكن اجتيازه بسهولة ولا يمكن عبور عروس الرمال بكرة ومخالفة من الغاني. نيلسون يرفع على القائمة الثانية، تدخل من دفاع المريخ، تعود الكرة إلى الأبيض ينطلق مباشرة في صلب الموضوع على هجمة معاكسة من المريخ في الوسط، والحكم حافظ عبد الغني يصفر الفاول. قلعة شيكان أصبحت مركزا للأحداث الرياضية الكروية، وملعب مدينة الأبيض أصبح مسرحا لتقديم الكرة الجميلة بلوحة جماهيرية تعطي أبعادا إبداعية راقية، تشكل في النهاية عبقرية مكان داخل قلعة شيكان بكرة في توقيت تقريبا دقيقتان منذ انطلاق المباراة، ولا يزال التعادل إلى حد الآن أصفار بين الفريقين، والفريقين يعانيان من غيابات عديدة. بالنسبة لهلال الأبيض، لاعب الوسط مفضل محمد الحسن بسبب الإيقاف لنيل البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الخرطوم الوطني الأخيرة، والمهاجم كذلك محمد عبد المنعم عنكبة بعد تجدد الإصابة في المباراة التطبيقية أمام الرديف. بالنسبة للمريخ يفقد اليوم خدمة القائد الكابيتان أمير كمال، أمير وسط الميدان الذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة أمام هلال كادوغلي، بالإضافة للسماني الصاوي المهاجم، وكذلك محمد الرشيد وخالد النعسان وكونلي وعلاء الدين يوسف وعصام الدين أبرز الأسماء الغائبة عن مباراة اليوم. بالنسبة للفريقين بكرة كانت بعيدة على قلب هجوم فريق هلال الأبيض. المحاولات الأولى على معاذ الجوز، وكرة كذلك أبو بكر سليمان ياخذ مكانه في الأسماء الأساسية في مباراة اليوم. بالنسبة للموج الأزرق لعروس الرمال لقهر الكبار في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، 5 مباريات 3 فوز لهلال الأبيض 2 للمريخ في أول وآخر مواجهة. التعادل ليس له مكان في ماضي المباريات، لا قطع ولا مقطوع. مباراة تنتهي يا غالب يا مغلوب. هلال الأبيض فاز بهدفين مقابل 1-1-0 و5-1، أعرض النتائج في المواجهات المباشرة. المريخ انتصر بهدف مقابل 0 و5-0 كذلك، وسبق للمريخ أن فاز على هلال الأبيض في هذا الملعب 1-0 بتاريخ 11/4/2015. كرة في وسط الميدان تعود من التاج إبراهيم، لمسة في محور الدفاع لباسكال واوا الإيفواري لأحمد آدم من جهة اليسار، نقلات ولمسات قصيرة بالنسبة للمريخ. يلعب الكرة، يحاول البحث عن بكر المدينة، المهاجمة والمحاولة والفرصة خطيرة للمريخ من جهة اليمين، محاولة التوزيع العرضية لكن يعود دفاع فريق هلال الأبيض، والتدخل من علي خلف الله. كرة تعود في الوسط في وسط الميدان، نقلة أخرى ولمسة إلى الأمام، الاستلام
كان خدع من أبو بكر سليمان. تعود الكرة لرمضان عجب إلى أحمد آدم. أحمد آدم نقلتها لمسات قصيرة. المباراة تكتيكية بالأساس في البداية، ولا كرة ولا محاولة خطيرة على مرمى أحمد عبد العظيم، وكذلك منجد النيل أحمد عبد العظيم اللي ياخذ اليوم مكانه كأساسي مكان الحارس أكرم الهادي سليم. دفاع الهلال مرة أخرى من سليمان سيسي مع بكري بشير. بشير يقود دفاع الهلال بلمسة لنصر الدين الشغيل. نصر الدين إلى معاذ، معاذ عبد الرحيم، كرة في وسط الميدان، النقلة والهجمة ومحاولة الإسراع في التنقل من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، لكن الكرات إلى حد الآن عديدة هي الهفوات واللمسات الخاطئة للمنافس من جانب الفريقين. حذر كبير مع بداية المباراة، كيف لا وهي القمة، شدوا الهمة بالنسبة لأحباء الكرة السودانية على قنوات الكأس الرياضية. 5 دقائق لعب تقريبا والنتيجة لا تزال متعادلة 0-0. لمسة أخرى، المحاولة لتوزيعة لكن بعيدة على أبو بكر سليمان. المريخ خارج أرضه وقواعده، 24 نقطة من أصل 57 في المجموعة العام، 12 مباراة خسر 12 نقطة، 7 انتصارات، 3 تعادلات وهزيمتان، سجل 15 هدف وقبل 6. بالنسبة لهلال الأبيض 13 مباراة في هذا الملعب، 27 نقطة، 8 انتصارات، 3 تعادلات وهزيمتان، سجل 22 وقبل 8 أهداف. كرة تعود من عبد الرحمن كورونغو من دمس، تعود من جديد لفريق الهلال. المحاولة بكري المدينة على الرأسية لكن سهلة لأحمد عبد العظيم الحارس الدولي لمنتخب السودان. كرة والانزلاقية والتدخل جيد كان من التاج إبراهيم. التاج إبراهيم اللي يحمل اليوم شارة القيادة، اليوم الكابيتانو بالنسبة للمارد الأحمر، قائد الزعيم بالنظر للتقليد الشبه الثابت تقريبا الذي يعتمده المسؤولين بمنح شارة القيادة للاعب الذي يخوض مباراة ضد فريقه السابق كنوع من التكريم له وتحمل المسؤولية. التاج إبراهيم على الظهير الأيمن الباك يمين، اللاعب السابق لفريق هلال الأبيض هو الذي يقود اليوم المريخ. بكرة تعود لجهة اليمين لعبد الرحمن كورونغو، لازلنا ننتظر في ارتفاع نسق المباراة وفي أولى الهجمات. عبد الرحمن مرة أخرى، ينطلق عبد الرحمن، يذهب عبد الرحمن، ماذا يفعل عبد الرحمن؟ يمر لكن يحاول التوزيع ولمسة على التصويبة الأخيرة، لكن يتدخل دفاع المريخ ثابت إلى حد الآن. كرة تذهب إلى اليسار، علي خلف الله، علي خلف الله يمر، علي يتعدى يحاول التوزيع العكس، لكن الكرة كانت خارج المرمى، خارج المرمى هذه الكرة والمحاولة الأخيرة، وبقرار من الحكم حافظ عبد الغني يعطي الركنية لفريق هلال الأبيض. هذه الإعادة بالصورة البطيئة لتصويبة علي خلف الله أو علي أوريال، تنفيذ الركنية من مهند الطاهر، القائد يرفع كرة ترجع من دفاع المريخ مرة أخرى والثانية من معاذ عبد الرحيم. كرة والهجمة ما زالت، الفرصة والمحاولة لهلال الأبيض، قد يفعلها، قد يسجل، قد يحاول، لكن المرة أخرى دفاع المريخ منتظم بشكل جيد على مستوى التغطية. وبكري المدينة وكرة وهجمة وفرصة، فرصة فيها جول، جول 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 جول. المريخ العاصمي، المريخ العظيم، ملك الكرة والزعيم هنا في السودان في قلعة شيكان، يعزف أحلى الألحان. كوكب يا النجمة الآسر جمالك ويا عروس الرمال، كيف حال هلالك بهذا الهدف الأول لمحمد عبد الرحمن؟ 1-0 للمريخ، يفتتح المريخ هدف وجول، جول جول لمحمد عبد الرحمن، لمسة من بكري المدينة، محمد عبد الرحمن وجه لوجه مان تو مان مع الحارس أحمد عبد العظيم. يوبا على يمين الدفاع بالنسبة للهلال الأبيض، على يسار الحارس أحمد عبد العظيم. محمد عبد الرحمن يقول أنا هنا، أنا موجود في قلعة شيكان. المريخ يبادر، أول هجمة والكرة وأول جول في المباراة،
1-0 في توقيت 10 دقائق لعب. ساحب القميص رقم 10 محمد عبد الرحمن يفتتح أول أهداف المباراة. مباراة ستتغير أكيد على مستوى المعطيات والمؤشرات بهذه البداية القوية بالنسبة للمريخ بكرة أخرى من دفاع هلال الأبيض الذي إلى حد الآن بهفوة قاتلة على مستوى التمركز، لأنه الكرة كانت لدى الهلال في الحالة الهجومية اضطراب وعدم توازن في العودة، والهجمة المعاكسة كانت خطيرة من بكر المدينة، ومحمد عبد الرحمن يتمكن من تسجيل أول أهداف المباراة. كرة أخرى تعود للمريخ من أحمد آدم، أحمد آدم يحاول الدخول لوسط الميدان، يعود بكرة لباسكال ووا، باسكال يلعب مع التاج إبراهيم، التاج إبراهيم يخسر الكرة، المحاولة من أبوبكر سلمان، لكن باسكال ووا كرة ومحاولة فيها رفع رايع، فما تسلل ضد هجوم المريخ. المريخ الأسبوع الماضي الذي فاز خارج القواعد، هذه الصورة والإعادة واضح كان موجود في وضعية تسلل بكري المدينة. الأسبوع الماضي المريخ كان فاز خارج القواعد أمام هلال كادوغلي بثنائية محمد عبد الرحمن الهداف القناص الذي سجل اليوم افتتح باب التسجيل بثنائية كانت من كرتين ثابتتين، الأولى من ركلة حرة كانت مباشرة والثانية من ركلة جزاء، في حين الهلال الأبيض تفوق على الخرطوم الوطني 1-0. بونتو معاذ عبد الرحيم من ميقاسية كانت جميلة في مباراة القمة الجولة الماضية، انتزع بها هلال الأبيض المركز الرابع المؤهل لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018 عفوا من الخرطوم الوطني. كرة في وسط الميدان، المخالفة تعود للأحمر للزعيم الذي يتزعم إلى حد الآن المباراة في دقائقها الأولى. الهلال الأبيض 8 مباريات متتالية بالدوري دون هزيمة، 6 انتصارات، تعادلان، 0-0 مع الأمل عطبرة، 1-1 مع المريخ الفاشر. 16 مباراة على التوالي دون هزيمة للمريخ، 11 مفوز و5 تعادلات. آخر هزيمة كانت بتاريخ 13/4/2017 أمام أهلي شندي بهدفين مقابل واحد. من يكسر هذه الأرقام القياسية بهذا الموسم بالنسبة للمريخ أو لهلال الأبيض؟ هل يفعلها الهلال ويقطع المباريات المتتالية بالانتصارات للمريخ، أم يكسر فريق المريخ قاعدة عدم هزيمة فريق الهلال الأبيض لمدة 8 مباريات متتالية؟ الفاول للمريخ الذي يطمح لتسجيل هدف ثاني من أجل قتل المباراة بكرة ستلعب من اليساري الأشول. أحمد آدم يلعب كرة قوية، أضرب يتدخل دفاع الهلال، المحاولة لازالت للمريخ في دفاع هلال الأبيض، لمسة من بكري بشير للحارس أحمد عبد العظيم، وكرة ملعوبة لعبد الرحمن كورونغو. عبد الرحمن هلال الأبيض من أجل العودة في المباراة بكرة ولمسة في وسط الميدان، المحاولة للعودة في المباراة دقائق أولى إلى حد الآن تقريبا أول ربع ساعة لعب. 1-0 مهند الطاهر يلعب كرة ولمسة لأبو بكر سليمان، الطاهر مهند مرة أخرى، الغزال الأسمر معشوق جماهير الهلال الأبيض وكذلك اللاعب السابق للسيد البلد الهلال العاصمي. كرة من عبد الرحمن كورونغو مرة أخرى، يلعب كرة إلى بكري بشير، بشير بشير يرفع الكرة إلى معاذ اللاجوز، معاذ عبد الرحمن كورونغو مرة أخرى، لمسات قصيرة والتمريرات وثبات دفاع المريخ انتشار جيد، ويلعب على الهجمة المرتدة السريعة، محاولة استغلال سرعة محمد عبد الرحمن وبكري المدينة. كرة مازالت في دفاع هلال الأبيض، الضغط على حمل الكرة والفاول يعود لهلال الأبيض. المريخ لديه كلين شيت في آخر 4 مباريات، 360 دقيقة دون قبول أهداف، وللمباراة 17 هذا الموسم، يعني دفاع صلب، دفاع حديدي للمريخ.
هل تتم فك الشفرة اليوم من هجوم نادي هلال الأبيض؟ الهلال 86 عام، هلال التبلدي لا أثر للألقاب في خزينة النادي. أبرز النتائج الوصول لنهائي الكأس 2016 والهزيمة أمام الهلال العاصمي مع إدراك الربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 2017، فقط من إنجازات هلال الأبيض. المريخ تاريخ وأصالة وعراقة في الكرة السودانية، الزعيم الأحمر الوهاج بطل الكؤوس المحمولة شوّن القلعة الحمراء، يحتفل هذه السنة بالتسعينية، 90 عاما على تأسيس النادي سنة 1927. كرة من تماس تعود من عبد الرحمن الكونغو، المحاولة والفرصة للهلال من أجل العودة في المباراة. كرة طويلة في وسط الميدان، بكر المدينة يعمل تغطية على الكرة، تذهب بعيدة تخرج جانبية تعود للتماس. على المريخ أكثر فريق متوج محليا بين أندية السودان، 129 لقب أبرزها 20 دوري، 23 أميرة أو كأس، هذا رقم قياسي في السودان مع كأس الكؤوس الأفريقية سي دو عام 1989، 20 دوري أولها 1970 وآخرها 2015. الركور بالنسبة للتتويجات بالدوريات يعود للهلال الأزرق سيد البلد ب 25 لقب. المريخ هو أول نادي سوداني ينشأ نادي وملعب عام 1962، أول نادي سوداني يحقق بطولة إقليمية وقارية، بطولة السيكافا 86 و94 وكأس الكؤوس سي دو 1982. المريخ كذلك حقق بطولة الدوري بالانتصار في كل المباريات دون هزيمة وتعادل موسم 71-72، وفي مناسبة ثانية دون هزيمة لكن بتعادل وحيد موسم 72-73، وهو إعجاز لا يتكرر إلا نادرا ولا يحدث إلا مع المريخ العاصمي، مع القلعة الحمراء، مع الأحمر الوهاج. بكرة لهلال الأبيض، المحاولة لا زالت والفرصة من أجل العودة في المباراة وتعطيل النتيجة 1-0 بهدف محمد عبد الرحمن في الدقيقة العاشرة. بكرة تعود مجددا في الخط الخلفي لبكري بشير وكذلك سليمان سيسي، كرة طويلة لمنجد النيل الحارس السابق لهلال كادوغلي، مميز للغاية هذا الشاب خاصة التألق في المباريات الأخيرة منذ قدوم المدرب محمد موسى. يلعب كرة طويلة تذهب ويعلن المخالفة حافظ عبد الغني الحكم الدولي الذي يحكم قمة اليوم، قمة الأسبوع 28 بالنسبة للدوري السوداني في ملعب الأبيض استاد قلعة شيكان، الذي احتضن سابقا مباراة المنتخب الأولمبي السوداني مع المنتخب الأثيوبي في إياب التصفيات المؤهلة لنهائيات الألعاب الأفريقية 2015. كرة أخرى للأزرق لعبد الرحمن كورونغو من جهة اليمين يحاول التوزيع، كرة ولمسة والتدخل من علي خلف الله، عزيمة وإصرار وندية وروح وجرينتا في هذه الكرة من علي خلف الله ظهير الأيسر، كرة تعادل، كرة التعادل تضيع على هلال الأبيض بهذه اللمسة الرأسية من نيلسون الخاني. كاد الخاني نيلسون يعدل النتيجة بعد هذه الكرة مع إصابة لاعب المريخ بعد التدخل والاستدامة العفو الأخير مع نيلسون. لاسكيلا المحترف الغاني في صفوف هلال الأبيض السوداني. المريخ الذي يملك أفضل خط خلفي دفاع حديدي في 25 مباراة تلقى 11 هدف فقط بقيادة صلاح نمر وباسكال واوا، يؤدون بشكل مميز للغاية أمام المهاجمين، استقرار واضح وتميز بالقوة والصلابة والشراسة. كرة تتعود من منجد النيل، يلعب كرة طويلة. مباراة الذهاب يوم 22 أغسطس الماضي عادت للمريخ أمام هلال الأبيض بثلاثة أهداف مقابل اثنين، خمسة أهداف بالتمام والكمال. هل يعاد هذا السيناريو؟ هل نشاهد اليوم أكثر من هدف بعد الافتتاح لمحمد عبد الرحمن؟ ممكن اثنين، ممكن ثلاثة، ممكن أربعة، ممكن خمسة، وممكن ترتفع الحصيلة. إلى حد الآن النتيجة الآنية والتقدم الآني للأحمر أمام الأزرق،
المريخ في ذهاب كان فاز بثنائية الساوي، وهدف كذلك محمد عبد الرحمن يوسف، وللهلال سجل نيلسون ومعاذ عبد الرحيم اللاجوز. محمد عبد الرحمن الهداف الجديد بالنسبة للمريخ، القناص ولد ليكون هدافا وقناصا ومرعبا للحراس، لا ينام إلا لما يسجل، يستيقظ بالأهداف، يتنفس بالأهداف، أجوال ثم أجوال كل أسبوع وكل مباراة بالنسبة لمحمد عبد الرحمن نجم السودان القادم. كرة من عبد الرحمن كورنجو، محاولة الإسراع إلى العبيد، يلقى صعوبة كبيرة في بناء الهجمة، يلعب على الكرة الطويلة اللي يلقى فيها سهولة دفاع المريخ من أجل الانقضاض عليها، كرة أخرى من فريق الهلال متمركز جيدا فريق المريخ، ماسك بزمام الأمور، ضاغط على مفاتيح لعب هلال الأبيض، لا مساحات شاغرة في وسط الميدان، كل الطرق المؤدية للحارس منجد النيل مغلقة أمام أبو بكر سليمان، مهند الطاهر، أحمد جلال، معاذ عبد الرحيم، كرة في وسط الميدان من الناصر الشغيري، حاول يطول الكرة يلعب على أبو بكر سليمان، لكن الكرة تذهب للتماس، الرمي التماس مجددا من علي خلف الله، يلعب كرة في الوسط مع ناصر الدين الشغيل، يخير تماما إلى اليمين عبد الرحمن كورنجو، عبد الرحمن، عبد الرحمن يرفع الكرة طويلة، الفرصة والمحاولة ومنجد النيل، يا سعد النيل يتدخل دفاع المريخ، تعود الكرة مجددا لهلال الأبيض اللي يحاول يضغط العودة في المباراة والعودة في النتيجة، إصابة وتوقف جديد للعب على المريخ في دوري أبطال إفريقيا 2017، أنهى دوري المجموعات في المرتبة الثالثة، المجموعة الأولى بسبع نقاط خلف النجم الرياضي الساحلي المنسحب أمس في الدور نصف النهائي أمام الأهلي المصري ب 12 نقطة، في ريفيرو الموزمبيقي 8 نقاط، والمريخ فشل في التأهل لدور الثمانية الدور ربع النهائي، في حين هلال الأبيض في كأس الكونفدرالية وكأس الاتحاد الأفريقي قدم مشاركة استثنائية وشكل مفاجأة قارية في أول ظهور له مع الكبار في القارة السمراء بعد مشوار مميز في دور المجموعة الثالثة، المركز الثاني خلف زيسكو يونايتد الزامبي ب 10 نقاط بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة، وقبل ريكرياتيفو دولوبولو الأنغولي وسموحة المصري، انسحب هلال الأبيض في الدور الربع النهائي أمام قوي مازامبي من الكونغو الديمقراطية المتأهل لنهائي المسابقة أمام سوبر سبور يونايتد الجنوب أفريقي الذي تمكن أمس من إزاحة النادي الأفريقي التونسي في مباراة الإياب 3-1 في ملعب رادس الأولمبي بعد التعادل في مباراة الذهاب هدف مقابل هدف، سلامات للحارس منجد النيل حامي عارين فريق المريخ في هذه المباراة، أدركنا تقريبا الدقيقة 23 والمباراة لا زالت إلى حد الآن بتقدمان للمريخ منذ الدقيقة العاشرة لصاحب الزي الأحمر وصاحب القميص رقم 10 الذي يجدد العشرة مع الشباك، 1-0 بكرة من بكري بشير، لمسة لنصر الدين الشغيل، بكري مرة أخرى إلى سليمان سيسي المدافع السنغالي، سيسي شوف الكيفية والصعوبة الذي تأتي أمام مدافعي فريق الهلال للخروج بالكرة وبناء الهجمة، التدخل من صلاح نمر والفاول كان واضح الدفع على مهاجم الهلال أبو بكر سليمان، قاضي المباراة حافظ عبد الغني المخالفة والدفع، واضح كان الدفع، الفاول في مكانه وقرار صعب بالنسبة للحكم حافظ عبد الغني، قد تأتي بالجديد هذه الكرة الثابتة بالنسبة لهلال الأبيض، مهند الطاهر، مهند هو اللي باش يلعب الكرة يرفع منجد النيل، مهند الطاهر الكرة الثابتة والفاول بالنسبة لهلال الأبيض، يلعب الكرة الرأسية، تضيع الكرة تضيع الهجمة وتضيع الفرصة على هلال الأبيض بعد هذه الكرة الثابتة كانت بعيدة على كل اللاعبين، التماس يعود مجددا لفريق المريخ، على المريخ مع محمد موسى
قبل المباراة تحدث وقال وصرح أنه في عالم كرة القدم لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، عليك دائما احترام المنافس مهما كان حجمه. هلال الأبيض فريق كبير قدم موسم متميز وما يزال ويصعب التفوق عليه في أرضه وبين جماهيره، والمباراة صعبة جدا، صعبة المباراة، لكن المريخ انطلق بقوة وعرف كيف يصل لمرمى الحارس أحمد عبد الله عظيم بكرة أخرى من أحمد آدم. آدم يرفع الكرة مجددا، تبقى الكرة للمريخ إلى دفاع فريق الهلال المتمركز جيدا في وسط الميدان. كرة من نصر الدين الشغيل، نصر الدين يحاول الخروج بالكرة، مهند الطاهر يلعب الكرة، لمسة مع أحمد جلال، أحمد جلال وكرة في وسط الميدان، والفاول مرة أخرى من نيلسون الغاني والذي يتحسن على المخالفة الأخيرة. عبد الرحمن كورونغو يحاول المرور، عبد الرحمن نشيط على الرواق الأيمن بالنسبة لفريق هلال الأبيض، عبد الرحمن كورونغو مع مهند الطاهر، عبد الرحمن مرة أخرى، عبد الرحمن يعود بالكرة إلى بكري بشير، الكرة الطويلة مرة أخرى تلقى باسكال واوا في المتابعة، والدمس للمريخ. المريخ يتحكم في مجريات المباراة كأحسن ما يكون بعد 25 دقيقة الأولى إلى حد الآن. المريخ هزيمتين في الدوري، الأسبوع الأول أمام الشرطة 1-0، وفي الأسبوع التاسع أمام أهلي الشندي بهدفين مقابل هدف كرة، وفاول آخر لفريق هلال الأبيض الذي يحاول يسارع يقاتل من أجل العودة ولا تعديل النتيجة أمام جماهيره في معقله في استاد قلعة شيكان. يرفع الكرة طويلة الرأسية، المحاولة والفرصة خطيرة، التعادل لا يضيع، التدخل من دفاع المريخ، هجمة تلو الهجمة، المحاولة تلو المحاولة، والفاول تلو الفاول، ومرة أخرى وهذه مناسبة، هذه مناسبة لمهند الطاهر ومعاذ عبد الرحيم، معاذ اللاقوس الذي يحبذ كثيرا مثل هذه الركلات الحرة المباشرة للتسجيل والعودة بالنسبة لفريق هلال الأبيض مع الغاني نيلسون. فاول جديد لهلال الأبيض، ننتظر كيف ستكون وكيف سيكون مآل هذه الكرة الثابتة بالنسبة لهلال الأبيض. تقريبا الفريقان لهما نفس النزعة الهجومية ونفس عدد الأهداف المسجلة، 42 للمريخ دون اعتبار هدف اليوم بالنسبة لمحمد عبد الرحمن، و41 بالنسبة لهلال الأبيض. الكرة بين نيلسون ومهند، جمع بين القوة والفنيات لمهند الطاهر بلغة القوة، للغاني نيلسون حركية ودربكة أمام الجدار الدفاعي بالنسبة للمريخ السوداني. جدار يتكون تقريبا من سبعة لاعبين. نيلسون، كاد نيلسون يعدل النتيجة، كرة نيلسون غير بعيدة على مرمى الحارس منجد النيل، غير مؤثرة كانت هذه الكرة، والتسديدة من الغاني نيلسون بالنسبة لهلال الأبيض. منجد النيل مرة أخرى فيرجع الكرة للعب، اقتربنا تقريبا من النصف ساعة الأولى في هذه المباراة، النتيجة لا تزال تقدم الآن للمريخ بهدف مقابل صفر. الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم بعد التعاقد في البداية مع العديد المدربين الأجانب باختلاف جنسياتهم ما بين عرب وأوروبيين، أصبح الآن خالي من الأسماء الأوروبية القادمة من القارة العجوز برحيل البوسني فاروق كولوفيتش من تدريب نادي أهلي الشندي إثر الإقالة بسبب سوء النتائج. في الوقت الراهن الدوري السوداني بمنتوج محلي فني من المدربين ما عدا الاستثناء الوحيد الغاني روبر إيتشان مدرب الخرطوم الوطني. أمامكم كانت المحاولة الأخيرة والرأسية من عبد الرحمن كورونغو بالنسبة لفريق الهلال الأبيض في المحاولة الأخيرة. على فكرة مدرب المريخ السابق الفرنسي الإيطالي دييغو كارزيتو
كان صاحب أطول فترة عمل بين الأجانب قبل مغادرة السودان منذ شهرين تقريبا للتعاقد مع فريق الاتحاد الليبي. كرة من المريخ تعود من تماس أحمد آدم والفاول لهلال الأبيض. عديدة هي المخالفات إلى حد الآن في هذه الفترة الأولى. نسق المباراة إلى حد الآن دون المتوسط، لم ترتقي المباراة إلى الطموحات وأمال عشاق الفريقين على قنوات الكأس الرياضية المتابعة المباشرة. بكرة من عبد الرحمن كورونغو يرفع طويلة لمحور دفاع المريخ، تعود مجددا من أبو بكر سليمان لكن مقطوعة من رمضان عجب، لكن يصلحها نصر الدين الشغيل. تبقى الكرة ويبقى الاستحواذ لهلال الأبيض مرة أخرى. الكرات وعدم الاستحواذ بطريقه جيده بالنسبه لهلال الأبيض، صعوبات عديده يلاقي فيها هذا الفريق. يعمل الشو اللمسه لكن مره اخرى الكره من معاذ عبد الرحيم يخسر الكره. امكانيه الهجمه للمريخ الضغط كان من محمد عبد الرحمن، ما زالت الكره محمد فرصه خطيره للثاني للمريخ يقضي على المباراه ام لا. كره ولمسه والتدخل من دفاع هلال الأبيض، ما زالت المحاوله. المريخ افضل الى حد الان في هذه الفتره الاولى من المباراه على مستوى الانتشار، على مستوى التمركز، على مستوى صناعه اللعب، على مستوى خاصه الانضباط التكتيكي وتطبيق تعليمات المدرب محمد موسى. إبراهيم إلى حد الآن قد يعدل الأوتار في الفترة الثانية. تكتيكيا الفريق يلقى في صعوبات كبيرة، فنيا المريخ بادي أفضل من فريق الهلال. بكرة أخرى من تماس عود محمد عبد الرحمن، فما فاول، هناك فاول، اللمسة والجذب من القميص واضح من مدافع هلال الأبيض أمام الخطير محمد عبد الرحمن. خطير محمد، لمسة عمل الفانت جيست تكنيك أمام سليمان سيسي المدافع السنغالي. وكرة للمريخ من مخالفة، كرة أخرى ومخالفة أخرى والتنفيذ وتعليمات أحمد عبد العظيم من أجل حسن التمركز الدفاعي بالنسبة لهلال الأبيض. تنفيذ هذه المخالفة من أحمد آدم بالتخصص في تنفيذ الكرة الثابتة اليساري. أحمد آدم يرفع على الكرة، أحمد آدم على القيم الثاني، خطيرة للمريخ، لمسة الثاني بكري المدينة، تضيع الكرة، تضيع الكرة، كرة الهدف الثاني، فرصة ولا أحلى للمريخ لتسجيل الهدف الثاني. بكري المدينة صوب بقوة على الطعن وتدخل دفاع الهلال. أي هفوة وأي خطأ من الحارس أحمد عبد العظيم. كرة تعود من باسكال واوا يرفع الكرة، باسكال يتدخل دفاع الهلال. تعود الكرة مجددا في وسط الميدان، محاولة بناء الهجمة، التوزيعة كرة في الوسط أبو بكر سليمان لكن مقطوعة هذه المرة من صلاح نمر. كرة وهجمة للمريخ، فرصة أخرى يتقدم يرسلها إلى الأمام. بكر المدينة يتحرك كثيرا، نشيد نيلسون الغاني، نيلسون لمسة من نيلسون إلى معاذ اللاجوز، نيلسون أبو بكر سليمان لكن في وسط الميدان موجود إبراهيم جعفر ورمضان عجب. كرة مرة أخرى لبكري المدينة، خطير بكري، بكري مر، بكري عدي، بكري لكن التدخل كان من التاج إبراهيم. التاج إبراهيم هو الذي تدخل في الكرة الأخيرة، تخرج الكرة وتعود دائما لهلال الأبيض. يعاني فريق الهلال هذه الكرة الأخيرة، الروبلاي الإعادة، اللمسة بالرأس، أحمد عبد العظيم يعطي أسيست لبكري المدينة يصوب. والتدخل كان جيد من دفاع هلال الأبيض. كرة مرة أخرى لا زالت عند التاج إبراهيم، التاج إبراهيم كرة ولمسة لعلي خلف الله والمخالفة مرة أخرى، توقيف اللعب من الحكم حافظ عبد الغني حكم الدولي السوداني. المريخ مع المدرب الشاب محمد موسى من شهر أغسطس الماضي شهر 8 يقود المريخ خلفا للإيطالي الفرنسي تياغو كارزيتو. أول مباراة حقق فيها فوز كبير وساحق على الأهلي الخرطوم 5-0.
قدم نفسه بشكل جيد لجماهير الزعيم محمد موسى في أول مهمة رسمية له كمدرب على مستوى الدرجة الممتازة. على فكرة محمد موسى أصغر مدرب يدرب الزعيم، يدخل لتاريخ القلعة الحمراء من أوسع الأبواب، يعرف كيف يتعامل مع لاعبيه رغم فارق السن البسيط بينهم، وهو ما يمنح الفريق الروح اللازمة لتحقيق الانتصارات. 10 مباريات في الدوري مع الزعيم، 7 انتصارات، 3 تعادلات، التعادلات كانت أمام الهلال، المريخ الفاشر والخرطوم الوطني، وكرة لهلال الأبيض. اللمسات الأخيرة مفقودة بالنسبة لهلال الأبيض الذي يلاقي في صعوبات كبيرة، حتى شيء ممشى بالنسبة لفريق هلال الأبيض، كل الأمور معطلة، الماكينة لم تشتغل بالكيفية المطلوبة بالنسبة لهلال الأبيض، خاصة على مستوى وسط الميدان. التمركز بين نيلسون، نصر الدين شغيل، أحمد جلال، مهند الطاهر، معاذ عبد الرحيم، وأبو بكر سليمان، وسط الميدان لحد الآن. وهذه المعركة افتكها فريق المريخ، وأحمد عبد الله ظفر قد يأخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. التغيير الأول الاضطراري بالنسبة للمريخاوي في هذه المباراة بعد مرور تقريبا 35 دقيقة لعب. أحمد عبد الله ظفر اللي كان دخل في المباراة الماضية أمام هلال كدغلي في الفترة الثانية، كرة ستعود من الحارس منجد النيل، منجد يلعب كرة تتجاوز خط منتصف الميدان، التدخل الدفاعي من بكري بشير، تبقى في الوسط المعركة، معركة الوسط عادت للمريخ إلى حد الآن في هذا الجزء الأول من هذا الحوار. كرة ولمسة، انتفاع وإصرار، روح قتالية كبيرة في المباراة. كرة من عبد الرحمن ملعوبة لكن تدخل من باسكال واوا واوا، تعود الكرة الزرقاء للهلال، هلال الأبيض، اللمسة والتدخل بشكل جيد كان من رمضان عجب إلى محمد عبد الرحمن، كرة واجمة، محاولة الثاني خطيرة فيها جول، ممكن الجول العرضية لكن الركنية، الركنية بعد المحاولة والتغيير في هذه اللحظة بخروج إبراهيم شعفر في وسط الميدان ودخول أحمد عبد الله. أحمد عبد الله مكان إبراهيم جعفر. أحمد عبد الله ظفر، هذا التغيير الأول بالنسبة لمحمد موسى. تقريبا 9 دقائق لا تزال في زمن هذه الفترة الأولى، والمريخ يتقدم على هلال الأبيض بهدف مقابل 0 هنا في استاد قلعة شيكان في عروس الرمال في مدينة الأبيض. إبراهيم جعفر يغادر ودخول أحمد عبد الله والركنية. أحمد آدم على مستوى التنفيذ، يرفع الكرة، تدخل من دفاع الهلال، لا زالت الكرة ولا زالت المحاولة والهجمة للزعيم المريخ. كرة المحاولة لمحمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن 1-3 الغلبة لدفاع هلال الأبيض. كرة الطويلة تقريبا الهلال، محاولات قليلة جدا. إبراهيم جعفر على دكة البدلاء بعد الخروج. كرة في الوسط، محمد موسى، أول تغيير اضطراري، كرة تعود مجددا، كرة المحاولة بكري المدينة، الاستلام كان سيء، الكونترال ترجع مجددا لواوا باسكال مع صلاح نمر، توأم محور الدفاع يؤدي بشكل مميز جدا أمام كل المنافسين. دفاع صلب وقوي للمريخ، عاجز إلى حد الآن هجوم هلال الأبيض على فك الشفرة بالنسبة للزعيم. كرة أخرى ملعوبة، محاولة المرور من التش إبراهيم مع أحمد التش، أحمد التش واحد كذلك من العناصر الواعدة السريعة، والفاول للمريخ، التنفيذ بالنسبة لرمضان عجب لهذه الكرة الثابتة. رمضان عجب نتمنى أن يتحسن الأداء في الفترة الثانية. كرة أخرى ملعوبة، عديد التوزيعات والتمريرات الخاطئة من هنا وهناك، لمسة أخرى في وسط الميدان للتاج إبراهيم، يلعب كرة مع باسكال واوا، باسكال
واوا يرفع واوا الكره الطويله، الاستلام جيد، الكونترول ممتاز، يدخل كره الثاني وضربه جزاء، لكن حافظ عبد الغني فيها اشكال. التاج ابراهيم، التاج ابراهيم، قرار بالنسبه لحكم المباراه حافظ عبد الغني. وتدخل قوي، تدخل قوي، الكارت الاصفر، تدخل كان قوي جدا من مدافع هلال الابيض على لاعب المريخ. احتجاجات كبيره من جانب انصار وعشاق المريخ. ثم تدخل من عبد الرحمن كورونغو، البطاقه والكارت الاصفر، واحتجاج على قرارات الحكم حافظ عبد الغني. ضربه الجزاء فيها ولا ما فيهاش؟ ممكن الاعاده توضح اكثر. التاج ابراهيم، هل تمت العرقله أم لا؟ كان قريب حافظ عبد الغني. الجماهير المريخ السوداني في هذه القمة السودانية غير راضية بقرار الحكم حافظ عبد الغني. تشابك بين اللاعبين، نتمنى أن يزول بصورة سريعة. مباراة بفير بلاي كبير إلى حد الآن مع الانطلاق قبل خمس دقائق على نهاية هذا الجزء الأول من المباراة. 1-0 للمريخ. سليمان سيسي يفسر لبكر المدينة عملية ضربة الجزاء وارتماءة التاج إبراهيم. هكذا أحسن صورة تأتينا من استاد قلعة شيكان. روح رياضية كبيرة بين اللاعبين لحد الآن فوق أرضية الميدان، نتمناها أن تنتهي هكذا. تدخل كان قوي من عبد الرحمن كورونغو على أحمد آدم. أحمد التش يغادر الميدان. دخول المساعد الأول محمد عبد الله. هذه اللقطة الأخيرة والتشابك بين سليمان سيسي وأحمد التش في العملية الأخيرة. تحت أنظار المساعد الأول محمد عبد الله. كيف سيكون قرار الحكم حافظ عبد الغني بعد أن تهدأ الأمور؟ حافظ عبد الغني والكارت الأحمر، الطرد، الطرد لسليمان سيسي. المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لهلال الأبيض مع دخول براهوما المدير الفني. سليمان سيسي حالة الطرد أكيد بمشورة المساعد الأول محمد عبد الله. تحت أنظاره كانت عملية الضرب الرأس من سليمان سيسي لأحمد التش، والتشاور بين محمد عبد الله وحافظ عبد الغني، والكارت الأحمر لسليمان سيسي مدافع المحور بالنسبة لهلال الأبيض. معطى آخر جديد في المباراة، متأخر في النتيجة وبنقص عددي فريق هلال الأبيض، سيعاني كثيرا امام المريخ بهذا النقص وبهذا التاخر الان الى حد الان مع توقف المباراه. سليمان سيسي يتاثر، يخرج باكيا، لكن يخلي جمعيته ويخلي فريق هلال الابيض في وضعيه صعبه جدا. كانت لقطه مجانيه من سليمان سيسي مع احمد التش، وبالمرصاد كان محمد عبد الله المساعد الاول. هذه الاعاده والربلي، سليمان سيسي في مناوشه مع احمد اللتش، وضربه الراس من سليمان سيسي لاحمد اللتش. كان كذلك على المساعد الاول محمد عبد الله ان يعطي تعليماته لحكم المباراه لانذار احمد التش، باعتبار كذلك أن التدخل الأخير بين هذا الثنائي كان على الأقل يستحق الكارت الأصفر أحمد التش والكارت الأحمر لسليمان سيسي. كرة ستعود مجددا للمريخ. أحمد آدم يلعب كرة ولمسة مع صالح نمر إلى باسكال واوا، يستأنف اللعب. كم سيضيف الحكم حافظ عبد الغني من وقت بديل؟ كرة من باسكال واوا، الواوا يوسع والكرة خرج الميدان. ركلة مرمى لهلال الأبيض، يلعب ضد الوقت ويلعب ضد النتيجة وضد منافس عنيد اسمه المريخ.
القلعة الحمراء بقيادة محمد عبد الرحمن. الهداف القناص محمد عبد الرحمن، كرة من أحمد عبد العظيم يرفع طويلة أحمد في وسط الميدان، تعود الكرة لفريق المريخ في الوسط من رمضان عجب، كرة ولمسة شوارع أكيد، دفاع الهلال سيتأثر بخروج سليمان سيسي، كرة ما زالت عند المريخ، الفرصة خطيرة، المحاولة على الرواق الأيسر، رفع الكرة والتدخل من دفاع الهلال، لا سالت الهجمة للمريخ، التصويبة كانت من التاج إبراهيم، يعود دفاع هلال الأبيض، كيف سيتعامل إبراهيم الحسين مع هذا النقص العددي؟ من سيعاضد بكري بشير في المحور في اللاكس؟ كرة من منجد النيل يرفع طويلة، منجد سهلة كانت لنصر الدين الشغيل، يلعب كرة مع بكر سليمان لكن مقطوعة كانت من أحمد آدم، أحمد يحاول يعكس الهجمة، اللمسة لمحمد عبد الرحمن كانت بعيدة عليه، كرة تعود لأحمد عبد العظيم، أحمد يرفع الكرة الطويلة حركية كبيرة ندية بين الفريقين، إلى الأبيض يتراجع للخلف والمريخ يحاول استغلال النقص العددي وينهي المباراة بهدف ثاني قبل العودة لحجرة الملابس. المريخ ذاخت بكرة للتاج إبراهيم، إبراهيم التاج يمر يعدي التاج، الله 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 الله، كرة على القائم في 5 دقائق وقت بديل، يضيف محافظ عبد الغني، لمسة مرفوعة، كرة التاج إبراهيم، أي كرة على القائم يا تاج، التاج مرفوع لك وأرفع لك القبعة، ولمسة أخرى محمد عبد الرحمن يضيع الكنترول، اللمسة السهلة لأحمد عبد العظيم، هيا 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 الكرة، التصويبة من التاج إبراهيم، التاج والقائم يتعاطف مع هلال الأبيض، مع أحمد عبد العظيم، أبرز فرصة بعد الهدف الأول لمحمد عبد الرحمن للتاج إبراهيم، المريخ أقرب لتسجيل الهدف الثاني، المريخ يسيطر بالطول بالعرض من الأمام من الخلف من فوق من تحت، المريخ هو الكل إلى حد الآن في هذه الدقائق الأخيرة، كرة تعود من باسكال واوا، أين الواوا يا باسكال؟ باسكال يطلب المساندة، باسكال يمرر لكن التمريرة كانت خطأ، التدخل من دفاع هلال الأبيض، حافظ عبد الغني والفاول لدفاع الهلال، 45 دقيقة ثانية ستكون نارية 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 بين الفريقين، الهلال للتعديل والمريخ للتأمين وتجديد الملاحقة على المتصدر الهلال، الهلال والمريخ حكاية ألف ليلة وليلة في الدوري السوداني الممتاز، كرة أخرى تعود مجددا للمريخ من أحمد آدم على التماس، يحاول يلعب ويضرب بسرعة فريق المريخ، فريق الهلال ويستغل هذه الفترة فترة الفراغ وفترة النقص العددي، كرة تعود مجددا للموجة الأزرق قاهر الكبار القادر على العودة في أي لحظة من المباراة هنا في عروس الرمال، أحمد آدم مجددا، المريخ للأمانة كان أفضل في هذه الفترة الأولى، أفضل تكتيكيا، أفضل فنيا، أفضل بدنيا، أفضل نفسانيا، التحضير كان جيد من محمد موسى في مباراة صعبة في ميدان صعب أمام منافس صعب، بكرة للتاج إبراهيم، التاج يقدم مباراة من أفضل مبارياته أمام فريقه السابق هلال الأبيض، مرة أخرى في وسط الميدان، التاج يصلحها، التاج ياخذها، كرة لرمضان عجب يصنع العجب فريق المريخ في قلعة شيكان، رمضان 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 في قلعة شيكان يستفيد من ركلة ركنية، الركنية للمريخ، رمضان عجب بعد هذه الانزلاقية من نصر الدين الشغيل، والكرة تعود للمريخ في 3 دقائق لعب وقت بديل في الفترة الأولى، شكل هذه الفترة 1-0 للمريخ إذا لم تأتي بالجديد هذه الركنية في اللحظات الأخيرة، والكرة ستلعب من أحمد آدم، آدم في تنفيذ الركنية للمريخ، على يسار أحمد عبد العظيم يلعب الكرة طويلة على القائم الثاني، لا زال الاستحواذ عند المريخ، كرة
ملعوبة من أحمد التش. أحمد يحافظ على الكرة، يعمل تغطية جيدة لكن مقطوعة من عبد الرحمن كورونغو. لا يوجد أي مهاجم من هلال الأبيض. أبو بكر سليمان وحده معزول، تباعد الخطوط في فريق الهلال الأبيض دفاعا وسطا وهجوما، الخطوط بعيدة، وهو الذي عسر المهمة إلى حد الآن أمام فريق المريخ المتوازن تكتيكيا وفنيا. بكرة تعود لعلي خلف الله، علي أوريال يلعب اللمسة لأبو بكر سليمان في وسط الميدان، تعود الكرة لنيلسون، يحاول باش يلعب كرة يعكس لحفظ ماء الوجه على الأقل في هذا الشوط الأول. بكرة من معاذ عبد الرحيم، معاذ كرة ولمسة لنيلسون، نيلسون تأتي المساندة من علي خلف الله، علي المحاولة للهلال قد يعدلها قبل نهاية الفترة الأولى، لكن الدفاع كان جيد من التاج إبراهيم. التاج يعمل في مباراة كبيرة، لكن الكرة ملعوبة كانت من علي خلف الله، علي كرة لنيلسون، الضغط على حمل الكرة آخر الثواني في هذه الفترة إلى حد الآن. النتيجة تقدم الآن للمريخ 1-0. المحاولة بين أحمد هاشم صنع الألعاب ونيلسون، والفاول المريخ يلعب كرة، وفي ذات اللحظة يعلن الحكم حافظ عبد الغني على نهاية الشوط الأول بتقدم المريخ على هلال الأبيض بهدف مقابل صفر. هدف خروج إبراهيم جعفر ودخول أحمد عبد الله ظفر، وفي ذات اللحظة عن الانطلاق الفترة الثانية 45 دقيقة الأخيرة في هذه المباراة في هذه القمة، كيف ستكون بين الفريقين المريخ من أجل حصد 3 نقاط إضافية وتجديد الملاحقة على المتصدر الهلال وهلال الأبيض، من أجل كذلك افتكاك المركز الثالث من أهلي الخرطوم. مباراة لا تقبل القسمة على 2 بالنسبة للفريقين. المحاولة للمريخ والمساعد الثاني رامي محمد يوسف التريفي يقطع الهجمة رافعا الراية على تسلل المريخ منذ البداية، يكشر عن أنيابه ويحدد أهدافه من أجل هدف ثاني غالي يقتل به المباراة. كرة تعود لأحمد عبد العظيم، لمسة لعبد الرحمن كورونغو، نيلسون الغاني، نيلسون في وسط الميدان يحاول يعطي كرة لأبو بكر سليمان إلى جهة اليسار، لكن مقطوعة الكرة كانت من التاج إبراهيم، واحدة من أفضل المباريات للتاج إبراهيم اللاعب السابق لهلال الأبيض، وفكرة عن بنك احتياطي فريق هلال الأبيض بوجود أكرم الهادي، سليم، عمر سفيري، حافظ محمد، فضل اللتوم، خميس جيزة، ممكن واحد من بين الأسماء التي قد يضطر لإدخالها إبراهوما أو إبراهيم أحسين. كرة من منجد النيل الفترة الثانية إلى حد الآن تقريبا بعد مرور دقيقتان نفس نتيجة الشوط الأول، كرة طويلة جدا لفريق هلال الأبيض من أجل المحاولة للتعديل، لكن صعود أحمد عبد العظيم، منجد الكرة لأحمد عبد العظيم، كرة طويلة، التدخل من دفاع المريخ، لمسة والمحاولة لمحمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن في وسط الميدان، الكرة من رمضان عجب يغير إلى جهة اليسار، كرة لأحمد آدم يرفع، التدخل من دفاع هلال الأبيض، هذه الكرة الأخيرة طويلة جدا، باسكال واوا في مناسبة أولى وثانية، استلام مجددا، اندفاع بدني كان من نيلسون على الدوري السوداني. هذا براوما المدرب فريق هلال الأبيض، براوما أو إبراهيم محسين 47 عام، لعب في المريخ 13 سنة من 90 إلى 2003، 210 هدف مع الزعيم، 95 مباراة دولية مع صقور الجديان، المنتخب السوداني 25 هدف، خاض تجربة الاحتراف في الدوري الكويتي مع نادي الساحل موسم 98-99. سبق لي براهوما العمل في المريخ
كمدرب اول 2013 خلف للتونسي محمد الكوكي، وكمساعد للبرازيلي ريكاردو، للالماني كروغر، وكذلك للالماني الثاني اوتو فيستر، وكذلك مع الكرواتي برانكو محمد ابراهيم. مره اخرى المحاوله للمريخ، دفاع هلال البيضاء يتدخل كما عمل مع المصري محمود سعد والكرواتي رادان، بالاضافه لفتره قصيره مع الخريتيات القطري منذ 3 سنوات مدربا للفئات السنيه، ودرب العديد من انديه الدرجه الممتازه ابرزها النيل الحساحيسة. هذا هو ابراهيم الحسين الشهير ببراوما. في الجانب المقابل المدرب الشاب محمد موسى، اصغر مدرب في تاريخ نادي المريخ، لعب دول السابق في وسط الميدان بالنسبه للزعيم، كان خاض نهائيات كاس امم افريقيا للناشئين بمالي 95 ونهائيات كاس امم افريقيا للشباب المغرب 97. براهوما يدخل لارضيه الميدان، المحاوله كانت من محمد عبد الرحمن، المحاوله والسقوط والاحتجاج على حكم المباراه حافظ عبد الغني، فكرة عن الجماهير الحاضرة في ملعب قلعة شيكان في قمة السودان الأسبوع 28. حديث بين براهوما وحكم المباراة في وسط الملعب، هذا لا يحدث إلا في الدوري السوداني، توقف اللعب وحكم يتحدث مع حكم الساحة الحكم الرئيسي في انتظار إخراج محمد عبد الرحمن صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في المباراة. الدوري السوداني الذي يعرف سيطرة مطلقة للمريخ والهلال على اللقب لم تحدث إطلاقا في العالم. تخيل معي عزيز المشاهد في الوطن العربي على قنوات الكأس، لأول مرة في العالم يسيطر فريقين أو ناديين فقط على بطولة الدوري طيلة 24 عام، وهو أمر لم يحدث في أي دولة وفي العالم على الإطلاق. آخر مرة توج فيها بلقب الدوري السوداني غير الهلال والمريخ كان فريق هلال الساحل عام 92 بعد انسحاب فريقي القمة من المنافسة. 15 دوري للهلال، 9 للمريخ في الفترة الماضية في 24 موسم على التوالي. الله 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 على السيد البلد الموج الأزرق والزعيم الأحمر. أذكر للأول والثاني بنهاية الدوري يتأهلان لدوري أبطال إفريقيا، والثالث والرابع يشاركان في المسابقة الثانية للقارة السمراء كأس الاتحاد. كرة كانت مباغتة من أحمد هاشم التكت، صانع الألعاب، أب 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 أب. قوية كانت، روعة كانت، تصدي من منجد النيل ببراعة كبيرة، يخرج الكرة للركنية تنفذ. الهلال قد يعود في المباراة، هذه المحاولة وهذه الكرة تعيد الثقة مع تغيير قادم بالنسبة للمدرب إبراهيم الحسين. كرة كانت قوية من أحمد هاشم على التصدي، وكرة أخرى تعود من عبد الرحمن كورونغو، تصويبة الأخيرة والتصدي لأحمد عبد العظيم، تنفيذ الكرة والتماس تعود لدفاع المريخ والمحاولة بكري المدينة، لكن دفاع الهلال وسط الميدان. الجماهير تنتظر أكيد، خاصة جماهير الفريق المحلي، عودة بالنسبة لهلال الأبيض. اللمسة والمحاولة وكرة، وما زالت المتابعة من عبد الرحمن كورونغو، والفاول، الفاول للهلال، الفاول والمحاولة والضغط 10 ضد 11 رغم النقص العددي. عمل باسكال واوا عبد الرحمن كورونغو، هذا التغيير بالنسبة فيصل التوم سيأخذ مكان أحمد جلال. التغيير بالنسبة لإبراهيم حسين تقريبا في 52 دقيقة لعب في الفترة الأولى والثانية بالنسبة لمباراة القمة للدوري السوداني. أحمد جلال يغادر وفضل التوم بالقميص رقم 3، يدخل كرة ومحاولة من أجل العودة مرة أخرى دفاع المريخ. مباراة ستكون بشوط ثاني مغاير تماما للشوط الأول. كرة أخرى تعود لهلال الأبيض في وسط الميدان، كرة
تعويلة تلعب من علي خلف للمحاولة في المنطقة ويحاول يمر ويعدي نيلسون، لكن التدخل من دفاع المريخ على الهلال فاخت مع البداية، فاخت الهلال كرة أخرى ومخرج المباراة وبعض الصور التي تأتينا من ملعب قلعة الشيكان يحاول يضرب المريخ بالهجمات السريعة، وكرة كرة كرة ومحاولة وفرصة لمحمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن لمسة لمسة محمد عبد الرحمن بين ساقين عبد الرحمن كورونغو، وكرة أخرى وفاول آخر بصفيرة الحكم حافظ عبد الغني. هذه الإعادة والصورة للمحاولة الأخيرة تعود للمدافع بكري بشير في وسط الميدان، مقطوعة مرة أخرى للمريخ، كرات خاطئة من جانب لاعبي الهلال في وسط الميدان، المحاولة لمحمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن كرة لبكري المدينة، يسقط بكري المدينة والفاول للمريخ، الفاول الذي بحث عنه بكري المدينة هذه الكرة في مساحة ضيقة، فنيات كبيرة لبكري المدينة نجم المريخ، وكرة من فاول يستعد للتنفيذ رمضان عجب ومحمد عبد الرحمن في هذه الكرة، رمضان أمام محمد كرة ثابتة بعيدة على مرمى الحارس أحمد عبد العظيم، كرة ننتظر أحمد آدم، أما رمضان عجب الأقرب سيكون أحمد آدم في تنفيذ هذه الكرة الثانية الثابتة، أحمد آدم يلعب الكرة سهلة للحارس أحمد عبد العظيم، يرفع الكرة الطويلة أحمد عبد العظيم لدفاع المريخ، كانت سهلة لصالح نمر، تعود الكرة بكري المدينة، بكري على هجمة والمحاولة محمد عبد الرحمن يحاول التمهيد لأحمد التش، يرفع الكرة أحمد آدم، محاولة لازالت متواصلة للمريخ، المريخ التدخل كان قوي حافظ عبد الغني حكم المباراة، تدخل كان من نصر الدين الشغيل متوسط الميدان الدفاعي يلعب الارتكاز مع نيلسون، الكرة للدفاع الانزلاقية تاكلينك كان قوي من نصر الدين الشغيل، فاول اخر للمريخ يحاول ان يستفيد من مثل هذه الكرات فريق المريخ في هذه الفترة الثانية، يتعامل بشكل جيد إلى حد الآن مع المباراة، باسكال واوا هو الذي سيتكفل بالتنفيذ بالنسبة لهذه الكرة الثابتة على إيفواري، قد يسدد من بعيد باسكال واوا، وكرة للمريخ في توقيت تقريبا 56 دقيقة، لاعب باسكال واوا قوية لكن غير مؤثرة، ركلة مرمى تعود هلال الأبيض، أذكر بالنقص العددي منذ نهاية الفترة الأولى لفريق هلال الأبيض بحالة الطرد التي تعرض لها المحترف السنغالي سليمان سيسي، كرة في وسط الميدان تلعب من رمضان عجب للتماس بالنسبة للهلال، هلال الأبيض المفاجأة السارة في الدوري السوداني، الحصان الأسود في السنوات الأخيرة للهلال والمريخ يحتاج فعليا لاستثمارات حقيقية تكون ملكا للنادي وبحاجة لالتفاف عموم أبناء الولاية بصورة أكبر حول الفريق لتحقيق نجاحات إضافية، قاهرة الكبار في عقر دارهم وأمام جماهيرهم، حرفة لا يجيدها إلا الأقوياء، الرباعية في الهلال، خماسية في المريخ، وكرة ولمسة من أحمد التشرفة، كرة المحاولة ما زالت بكري المدينة، يبدع أحمد عبد العظيم والتصويبة، تصويبة أخرى قوية، المريخ يهاجم، المريخ يضغط ضغط جنوني، أحمد التش ماذا فعل؟ يوزع في شكل تسديدة، يتدخل أحمد عبد العظيم، تعود الكرة من بكري المدينة، التمهيد والتصويب كان بعيد، قلت عن فريق هلال الأبيض قاهر الكبار وهذه الحرفة التي لا يجيدها إلا الأقوياء، انتصر برباعية في الهلال وخماسية في المريخ بعد
هذه النتائج أدرك بعدها عشاق الكرة السودانية أن هلال الأبيض وافدا مرعبا طرق أبواب الدوري السوداني لمنافسة للسيد والزعيم على العرش. وفكرة بطل جديد لم تعد بعيدة كما كانت في الماضي. في أول موسم في الدوري السوداني هلال الأبيض كان حل في المركز الرابع بسبعين نقطة، 20 فوز، 10 تعادلات و4 هزائم، ثاني أقل أندية الدوري تعرضا للهزيمة آنذاك بعد الهلال العاصمي والركنية من أحمد آدم للمريخ. اقتربنا من الساعة الأولى للعب في المباراة بكرة ولمسة والمحاولة والتدخل من دفاع هلال الأبيض، محاولة الخروج بالكرة وعكس الهجمة، لكن تدخل جيد من وسط ميدان المريخ، قطع الكرة والمحاولة لعبد الرحمن كورونغو، باسكال واوا، يتدخل باسكال، إصرار وعزيمة كبيرة وتدخل من باسكال واوا مدافع الإيفواري في تشكيلة المريخ في وسط الميدان. ننتظر أكثر ممكن متعة، أكثر فرجة، أكثر حماس وأكثر تشويق في هذه المباراة إلى حد الآن مع نادر الطاهر، وصعوبة كبيرة بالنسبة للخزان الأسمر لهلال الأبيض على مستوى صناعة اللعب وبناء الهجمة. وكرة ولمسة والمحاولة للهلال لا تزال، كرة كانت سهلة أمام المدافع صلاح نمر، ياخذ الكرة صلاح، يلعب كرة مع التاج ابراهيم، التاج ابراهيم صلاح نمر مجددا، يبعد الكرة ويبعد الخطر، يلعب بالنار دفاع المريخ في هذه اللحظات أمام لاعبي فريق الهلال، هلال الأبيض عروس الرمال في قلعة شيكان، كرة من أحمد عبد العظيم يرسل الكرة إلى الأمام، كرة والبحث عن أبو بكر سليمان ومعاذ الجوز، لكن كرة تعود لنيلسان الغاني في الوسط، نيلسان مع فضل التوم، كرة للهلال لا تزال المحاولة، يلعب كرة والتدخل من منجد النيل، الكرة والمحاولة لكن لم تشكل خطورة كبيرة على منجد النيل، هذا الحارس المميز للغاية خاصة على مستوى الكرة العرضية والكرة الثابتة إلى حد الآن، ولا اختبار شدي لمنجد النيل أمام مهاجمي هلال الأبيض. كرة ومحاولة خلق التفوق العددي من أحمد آدم، يمر أحمد، يعدي أحمد، لكن تعود التغطية، التغطية الدفاعية كانت جيدة جدا لدفاع هلال الأبيض ومنع الكرة من إضافة هدف ثاني لأحمد آدم مرة أخرى. كرة من محمد الطاهر، لمسة مهند مرة أخرى، الطاهر يقود الهجمة للهلال من أجل التعديل، كرة ولمسة من جهة اليمين لكن مقطوعة لصالح نمر، تعود مجددا للكابيتانو، كابيتانو هلال الأبيض مهند الطاهر، يغير كرنيا اللعب إلى علي خلف الله من اليسار، رفع الكرة العرضية، هذه الكرات لا تشكل خطورة يا علي خلف الله على دفاع المريخ، دفاع المريخ اليوم في إجازة في راحة أمام مهاجمي نادي الهلال. كرة وعكس الهجمة من محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن يفقد التوازن نتاعه، التغطية كانت من بكري بشير، تعود الكرة مهند الطاهر مرة أخرى، مهند مع شق الجماهير، يأمل جمهور هلال الأبيض أن يستفيق مهند الطاهر أن يأتي بالجديد ويأتي بالتعادل والعودة في المباراة وتفادي الهزيمة. الحوار كبير بين هلال العاصمة، المريخ، أهل الخرطوم وهلال الأبيض على الأربع مراكز الأولى المؤهلة للمسابقة القارية. كرة من مهند مرة أخرى، مهند الطاهر يبني أجنة، مهند محمد، لمسة قصيرة لنيلسان، يبحث عن أبو بكر سليمان، إلى واوا باسكال، يتدخل يبعد الخطر، باسكال واوا، كرة أخرى تعود للمريخ في وسط الميدان، كرة قصيرة رمضان عجب، يلعب كرة رمضان عجب مع بكري المدينة، بكري المدينة يحاول فريق المريخ مرة أخرى، أكثر صلابة دفاع هلال الأبيض من الفترة الأولى ولو بعد خروج سليمان سيسي، الهلال إلى حد الآن الانتشار نتاعه التكتيكي خاصة على المستوى الدفاعي أفضل بكثير من الفترة الأولى. كرة مرة أخرى من محمد الطاهر إلى نيلسان الغاني، نيلسان يلعب كرة ولمسة مع فضل التوم، فضل التوم هنا نيلسان، كرة ومحاولة، إمكانية التعديل، جول 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 ملغى، جول أبيض، هدف التعادل ملغى لهلال الأبيض،
بعد رفع راية من المساعد الأول محمد عبد الله. هذه الكرة أكيد ممكن إعادة أخرى في وقت التمرير. خميس جيزة، مكان أبو بكر سليمان الأوغندي. خميس جيزة هو اللي ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية بالنسبة لهلال أبيض، التغيير الثاني بالنسبة للمدرب إبراهوما. المهاجم خميس اللي كان أساسي في المباراة الماضية أمام فريق هني الخرطوم، كرة تعود مجددا للمريخ على التدخل والمحاولة ورفع الراية وتسلل. خميس جيزة يتميز بالسرعة وكذلك بحسن التمركز. خميس جيزة الأوغندي وكرة تقريبا في توقيت 64 دقيقة لعب، التسلل كان واضح أمام لعب المريخ، كرة تعود للحارس أحمد عبد العظيم، يلعب لمسة مع علي خلف الله، كرة في الخط الخلفي بالنسبة لهلال الأبيض. نصر الدين الشغيل وبكري بشير أصبح في محور الدفاع بعد خروج سليمان سيسي. عودة الشغيل للمحور للاكس وبقى نيلسون، وكرة أخرى تعود للهلال. المحاولة والبحث عن خميس جيزة لكن الكرة ملعوبة طويلة كانت من دفاع المريخ. الهلال يحاول لكن دون جدوى إلى حد الآن. كرة أخرى ملعوبة، مستوى المباراة متوسط لا أكثر ولا أقل. النتيجة تدخى على أداء اللاعبين وكرة من تماس تعود لخميس جيزة. كرة أخرى وتدخل آخر من دفاع المريخ والتماس مجددا لعبد الرحمن كورونغو. يلعب الكرة عبد الرحمن، يرفع الكرة طويلة، التدخل من دفاع المريخ، المحاولة لا تزال للهلال. كرة من عبد الرحمن كورونغو، عبد الرحمن أمام أحمد آدم عبد الرحمن، يحاول عبد الرحمن ومرة أخرى التماس يعود للأزرق للفريق قلعة شيكان الرأسية. المحاولة ومنجد النيل، منجد النيل مرة أخرى التمركز نتاعو جيد على تماس، كاد يحدث الفارق. فريق هلال الأبيض وحيد كان خميس جيزة في المحاولة الأخيرة في وسط المحور الدفاعي لفريق المريخ، لكن لا يستثمر هذه الكرة. إبراهيم الحسين المدير الفني لهلال الأبيض إبراهوما، لعب وسط وقعد المريخ السابق. وكذا كرة ومحاولة والثاني، الثاني كال 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 لأحمد التش. الجول الثاني للمريخ، خلاص المريخ العاصمي، المريخ العظيم، ملك الكرة والزعيم في السودان في قلعة شيكان مرة أخرى يعزف أحلى الألحان بعد محمد عبد الرحمن. يا احمد التش بهذه الكرة، اي هفوة لدفاع الهلال. التش 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 التش، اي مراوغة اي مرور، والسهلة كانت في شباك الحارس احمد عبد العظيم. التش يكسر خطة التسلل في المنتومان مع الحارس احمد عبد العظيم، لا حول ولا قوة له في هذه الكرة. واحمد التش يسجل الثاني، يضرب المريخ، يستفيد ويلعب على أخطاء فريق الهلال. وردة الفعل وحيوية الجماهير، هذا الجمهور المارد الأحمر في توقيت 66 دقيقة لعب يسجل الهدف الثاني. أعتقد شخصيا أنه المباراة صعبة كثير على فريق هلال الأبيض بالهدف الثاني لأحمد التش بعد الهدف الأول لمحمد عبد الرحمن. 2-0 أصبحت صعبة المباراة لكن غير مستحيلة. كرة القدم المستحيل فيها غير موجود، هل يعود الهلال؟ لكن بمنطق المباراة الآن إلى حد الآن الهلال أفضل بكثير من فريق هلال الأبيض. أحمد التش يتعرض للفاول والمخالفة، ومباراة في اتجاه واحد، تدخل كان قوي من نيلسون. وأحمد التش
الذي باغت للمرة الثانية أحمد عبد العظيم بعد كرة أولى كانت من محمد عبد الرحمن. كرة أخرى يباغت بها فريق المريخ هلال الأبيض السوداني في مباراة حد الآن مريخية بالأساس. هذه الكرة شوف اللمسة يعني لعب بالنار دفاع هلال الأبيض، لعب خطة التسلل لم ينجح فيها، وأحمد اللتش بسهولة كبيرة يسجل الثاني. أحمد اللتش 2-0 للمريخ. يقول للهلال العاصمي أنا قادم بقوة على مستوى تجديد الملاحقة. كرة ولمسة أخرى من التوم في وسط الميدان، يبدل لعلي خلف الله. علي خلف الله يحاول باش يلعب الكل في الكل فريق هلال الأبيض بهذا النقص العددي. خميس قيسة في وضعية تسلل، كرة سهلة كانت لمنجد النيل. عدش لا يزال يتلقف الأسعفات اللازمة، ومنجد النيل الحارس السابق لهلال كادغلي، الحارس اللي فرضت عليه عقوبة لمدة سنتين في مباراة سابقة بين هلال كادغلي في الدوري السوداني إثر الاعتداء على حكم المباراة، لكن لجنة الاستئناف نقضت القرار الابتدائي. كرة من بكر المدينة ومحاولة المرور ويعدي، ماذا يقول حافظ عبد الغني؟ فاول خارج المنطقة، لا وجود لضربة جزاء. بكر المدينة على السريع الغزال بكرة، والتدخل كان من نصر الدين الشغيل. هل كانت الكرة في المنطقة في الصندوق؟ حافظ عبد الغني يقول أن الكرة كانت خارج منطقة 16 ياردة و50، والمخالفة للمريخ. إمكانية الثالث، إمكانية الثالث للزعيم للمرد الأحمر للقرعة الحمراء أحمد عبد العظيم لتفادي كرة ثالثة، لتفادي رصاصة الرحمة. هذا التوقيت في 70 دقيقة لعب قبل 20 دقيقة من زمن نهاية المباراة. هذه القمة الأسبوع 28 للدوري السوداني. أحمد آدم ورمضان عجب، رمضان بالبوكسينج أحمد عبد العظيم، رمضان وعبد العظيم في هذه الكرة. وأحمد اللتش هذه الإعادة، هيا 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 هيا، التصدي من أحمد عبد العظيم لكونة رمضان عجب. كرة أخرى للمريخ، المريخ يعود للسيطرة، المريخ يعود للاستحواذ على الكرة ويعود للتهديف في فترة ثانية. إلى حد الآن هلال الأبيض فقد كل آليات اللعب، كل نقاط القوة التي يمتلكها في الجولات الماضية وكذلك في الموسمين الماضيين مع المدرب إبراهوما. كل شيء ضاع في مباراة اليوم، خاصة على مستوى الانسجام والتوازن فوق أرضية الميدان في وسط المعركة. بكرة أخرى تعود من عبد الرحمن كورونغو. عبد الرحمن يحاول، عبد الرحمن لا يرمي المنديل. هلال الأبيض هدف في هذا التوقيت قد يعيد المباراة إلى نقطة البداية، قد يعيد الأمل والثقة. بكرة أخرى ملعوبة، ملعوبة محمد الطهري صوب كرة في دفاع المريخ، تعود مجددا. دفاع حديدي، اسمنت مسلح لدفاع المريخ، صعب المرور لي من صلاح نمر وباسكال واوا واحمد الادم والتاج ابراهيم. الرباعي الخط الخلفي بالنسبه للمريخ، تعود الكره في وسط الميدان، كره قصيره ولمسه من نيلسون الى علي خلف الله. علي خلف الله يحاول المرور، التصويبه، التصويبه قويه خطيره كانت المحاوله، والمتابعه من الحارس منجد النيل. هيا التصويبه، يضرب بقوه والكرة كانت بمتابعة الحارس منجد النيل. محاولة هلال الأبيض وإصابة أخرى لأحمد اللتش، قد يكون التعويض الاضطراري في هذه اللحظة بالنسبة للمريخ. 72 دقيقة لعب، التقدم الآن بهدفين لصفر للقلعة الحمراء بأهداف محمد عبد الرحمن في الدقيقة العاشرة، وأحمد اللتش في الدقيقة 66. كرة ستعود من منجد النيل، الهدف الثاني للمريخ. وصمت رهيب لجماهير هلال الأبيض أمام احتفالات كبيرة وفرحة في صفوف أنصار وعشاق المريخ.
الحاضرون في استاد قلعة شيكان. كرة ومحاولة لهلال الأبيض مرة أخرى على التدخل من صالح نمر، كرة طويلة تبعد إلى ضربة تماس بالنسبة لهلال الأبيض في وسط الميدان على اللمسة القصيرة. كرة من فضل التوم طويلة الكرة لعبد الرحمن كرونجو. عبد الرحمن يمر العرضية، يستفيد من ركنية أم لا يستفيد. كرة ركلة مرمى للمريخ من أبرز اللاعبين ومن أنشط اللاعبين في الرمق الأيمن لفريق هلال الأبيض اليوم. عبد الرحمن كرونجو تقريبا اشتغل شغل كبير على الرمق الأيمن، لكن دون الاستفادة من هذه الحيوية بالنسبة لبقية المهاجمين. هذا عبد الرحمن كورونغو إن شاء الله ما ناخذوش بالعين. عبد الرحمن بعد تقريبا أكثر من صعود وأكثر من مساندة في محاولة لخلق التفوق العددي للخط الأمامي بالنسبة للهلال الأبيض، يواصل المريخ إصابة شد عضلي إرهاق بالنسبة لعبد الرحمن كورونغو واضح في الصورة الأخيرة، والإصابة آخر ربع ساعة في المباراة. منتشي جمهور المريخ بهذا التقدم الآن إلى حد الآن وبالضغط على المتصدر الهلال 61 نقطة. عاطف خالد البديل قد يكون لأحمد التش بخيارات للمدرب محمد موسى. أحمد التش أمامنا يغادر ودخول عاطف خالد. عاطف التش سحب الهدف الثاني، دخول عاطف خالد وتلقي التعليمات من أحمد ظفر أحمد عبد الله، وكرة تعود من منجد النيل. آخر 15 دقيقة بالنسبة لهلال الأبيض لو يريد العودة في المباراة واقتسام النقاط مع المريخ بكرة ولمسة ومحاولة مرة أخرى. الدفاع يتدخل من صالح نمر. نمر وباسكال واوا صورة الصين العظيم في الخط الخلفي في محور الدفاع للمريخ. 16 مباراة على التوالي دون هزيمة، كلين شيت في آخر أربع مباريات. عبد الرحمن كورونغو بالمثل يغادر بالنسبة لهلال الأبيض. من يكون البديل؟ كرة ولمسة رأسية لكن خارج المرمى. بعض المحاولات لهلال الأبيض اللي اليوم ما كانش في أواجه العطاء وخيب أمال جماهيره الحاضرة في استاد قلعة شيكان. المريخ كان أفضل للأمانة على كل الوجهات إلى حدود الدقيقة 76 بالطول بالعرض. المريخ يفعل في كل شيء في قلعة شيكان في عروس الرمال أفضل من هلال الأبيض. وكرة أخرى ملعوبة بإمكانية الثالث من بكري المدينة. بكري المدينة لمسها بالكعب، كرة أخرى تعود ما زالت المحاولة. أحمد آدم أكثر من اللزوم على استحفاظ كان بالكرة. باسكال لواوا باسكال لمسة مع ظفر. كرة أخرى لباسكال طويلة إلى أحمد آدم، ما زالت المحاولة للمريخ. أحمد آدم يحاول يمر لكن التدخل موجود كان من بكري بشير، لكن يعاود يصلحها ويأخذها محمد عبد الرحمن لأحمد عبد الله ظفر. محمد مرة أخرى ولا تعود لأحمد آدم. لمسات ولا همسات قصيرة للمريخ. محمد عبد الرحمن يغير كليا إلى جهة اليمين. كرة للتاج إبراهيم. التاج إبراهيم يلعب لمسة واحدة تاج. كرة مرفوعة على القائم الثاني. التدخل من دفاع هلال الأبيض ودخول عادل الفجر مكان كورونغو. ترجع الكرة مرة أخرى لفريق هلال الأبيض من خميس جيزة على المحاولة والهجمة. لا يحاول رمي المنديل، ما زال في المباراة تشيل كثير بالنسبة لهلال الأبيض. باسكال واوا أي قوة أي اندفاع أي شراسة لباسكال واوا. أحمد آدم انضباط كبير، لمسات وهمسات، انسجام بين اللاعبين، توازن
فريق مثالي ومباراة نموذجية بالنسبة للمريخ. أحمد آدم مرة أخرى الباك يسار يلعب كرة من تماس لمسة ياخذ الكرة الثانية على عائدة عاطف خالد البديل كرة من جهة اليمين تمشي إلى تاج إبراهيم يتلاعب تاج إبراهيم يحاول يمر ويعدي تاج إبراهيم أمام فريق السابق أمام أنصار وعشاق السابقين تاج إبراهيم كابيتانو اليوم بالنسبة للمريخ لمسة أخرى تدخل قوي أكثر اندفاع لعب المريخ في هذه المباراة والأكثر إصرار على العودة بنقاط المباراة والمنافسة بجدية على لقب الدوري السوداني لهذا الموسم ولهذه السنة 2017. الحوار لا يزال كبير وشراسة بين الهلال والمريخ ستتواصل الموسم 24 على التوالي. تعود الكرة مرة أخرى للقلعة الحمراء للتاج إبراهيم تاج على رأس كل لاعبي المريخ بهذا المردود وهذا العطاء والأداء وكرة من بكر المدينة لمحمد عبد الرحمن يمر يعدي محمد عبد الرحمن لا المريخ لا يكتفي لحد الآن بهدفين يريد أن يضرب الهلال بهدف ثالث في آخر 10 دقائق من المباراة. مباراة فنيا كانت متوسطة لا أكثر ولا أقل وكرة أخرى تعود من نيلسون لمسة لخميس جيزة لكن مقطوعة عدم ثقة في مباراة اليوم بالنسبة للاعبي هلال الأبيض آليات اللعب مفقودة وتكتيكيا محمد موسى بالضربة القاضية لإبراهوما محمد موسى أصغر مدرب في تاريخ المريخ يدخل لتاريخ القلعة الحمراء من أوسع الأبواب هذا المدرب الصغير المتقارب في السن مع اللاعبين ثنائي على مستوى الإدارة الفنية من خريجي مدرسة المريخ إبراهيم الحسين إبراهوما لعب وسط وقائد سابق حقق نجاحات كبيرة للأمانة مع هلال الأبيض السوداني على المستوى المحلي قاد الفريق الموسم الماضي في الدورة الثاني ولم يخسر أي مباراة وختم البطولة بالترتيب الثالث والصعود لخوض أول مسابقة قارية في تاريخ نادي هلال الأبيض والتي كانت مميزة بعد مشوار طويل انتهى في الدور الربع النهائي في دور الثمانية أمام قوي مازامبي من الكونغو الديمقراطية. أول مدرب سوداني إبراهوما يقود فريق غير الهلال والمريخ إلى نهائي كأس السودان منذ عام 95 حيث خاض النهائي 2016 أمام الهلال سيد البلد. إبراهوما كذلك حقق ما عجز عنه عديد المدربين المحليين السودانيين عدة عقود بالفوز على الهلال والمريخ في عقر دارهما في ملعبيهما بالدوري الممتاز 4-2 على الهلال 5-1 على المريخ 2016 السنة الماضية. لكن إبراهوما اليوم في عقر داره هو نفسه في ملعبه في قلعة شيكان يلقى صعوبة كبيرة على الفوز على المريخ وعلى العودة في المباراة وهو المتأخر لحد الآن بهدفين لمحمد عبد الرحمن وأحمد التش وكرة تعود مجددا لهلال الأبيض. الأحمر يسيطر الأحمر أفضل الأحمر خير الأحمر بالطول والعرض الأحمر يسجل والأحمر يتقدم والأحمر أسبق على الكرات الفضائية والأرضية وباسكال واوا بلمسة رأسية للحارس منجد النيل. النيل اليوم تقريبا ما عدا كرة ولا اثنين كل الكرات كانت سهلة لمنجد النيل. كرة أخرى لحارس المريخ يلعب قصيرة مع صلاح نمر إلى التاج إبراهيم النمر والدفاع المريخ كله أسود بوجود باسكال واوا وصلاح تعود الكرة طويلة للحارس أحمد عبد العظيم أمسية صعبة على الحارس أحمد عبد العظيم حارس الدولي للمنتخب السوداني كرة طويلة في وسط الميدان مرة أخرى أصبح ماسك بزمام الأمور فريق المريخ منذ تسجيل الهدف الثاني رغم البداية القوية في الفترة الثانية مع بداية الشوط الثاني لفريق هلال الأبيض تقريبا المباراة منذ هدف أحمد التش أخذت منعرج آخر نيلسون يحاول الغاني بكرة ولمسة يعادل فجر
والتماس يبقى لهلال الأبيض. المحاولة من معاذ عبد الرحيم، معاذ القوس، كرة من فضل التوم يلعب، محاولة السقوط في المنطقة، مواصلة اللعب من الحكم حافظ عبد الغني، كرة والإخراج من أحمد آدم إلى بكري المدينة، يلعب لمسات قصيرة المريخ، بكري المدينة المحاولة ممكن قد تأتي بالجديد بالنسبة للمريخ، كرة ومحاولة المرور، محاولة عاطف خالد المرور والكارت الأصفر مرة أخرى. لعلي خلف الله أوريال ما يلقى حتى حل إلا عرقلة عاطف خالد في هذه الكرة، بديل أحمد النتش علي خلف الله الباكيسار كان موجود على مستوى التغطية. والمحاولة أحمد آدم مرة أخرى بالتخصص في تنفيذ الكرة الثابتة في 84 دقيقة إلى حد الآن في المباراة، أنجز المهمة المريخ وكرة دفاع الهلال، ما زالت اللعبة رمضان عجب يحاول التصويب وبمبدأ الأمان يخرجها أحمد عبد العظيم ويرتتم بالقائم الأيمن. سلامات لأحمد عبد العظيم بعد هذه الكرة اللي كانت عكسية التصويبة الأخيرة. كرة من أحمد آدم العرضية يرفع الكرة نيلسان، كرة في المنطقة تبقى دائما للمريخ من رمضان عجب، رمضان يلعب كرة ولمسة قصيرة في وسط الميدان مع أحمد عبد الله ظفر، محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن، محمد المريخ ينتظر، المريخ لا يتسرع في الدقائق الأخيرة بكرة أخرى من التاج إبراهيم لكن بعيدة، وكأني بالفريقين راضين على نتيجة المباراة 2-0 للمريخ. المريخ بهذا التقدم الآن والهلال بهذه الهزيمة أو التأخر في النتيجة إلى حدود الدقيقة 86، 4 دقائق قبل النهاية لقمة الدوري السوداني بالنسبة للأسبوع 28 على قنوات الكأس الرياضية في المتابعة لأبرز المباريات بالنسبة لهذا الدوري الممتاز. كرة في وسط الميدان، افتكك الكرة من رمضان عجب وعكس الهجمة، الكرة المرتدة، كرة ممكن فيها جول 2-1، كرة والمحاولة لا زالت الخطورة بالنسبة لفريق المريخ من رمضان عجب، صنع العجب العشاب في دفاع الهلال اليوم أبناء القلعة الحمراء. كرة أخرى في وسط الميدان ما زالت تلعب للتاج إبراهيم، التاج على مستوى الرواق الأيمن يحاول التوزيع يرفع الكرة، التاج إبراهيم كرة ما زالت تعود سهلة للحارس أحمد عبد العظيم. محاولة لفريق الهلال آخر المحاولات تقريبا من أجل العودة في المباراة، أكيد تركيز غائب عن لاعبي هلال الأبيض خميس جيزة في المحاولة الأخيرة، تمريرات خاطئة، مباراة للنسيان بالنسبة لإبراهوما على المستوى التكتيكي على المستوى الفني أمام المريخ، عديد نقاط الضعف التي لاحت في مباراة اليوم. الكرة والمحاولة لازالت خميس جيزة، لكن أمام من خميس؟ أمام من خميس سيتمكن من المرور؟ أمام أحمد عبد الله ظفر، والكرة للحارس منجد النيل، كرة أخرى للمريخ، لمسة بكري للمدينة، المحاولة، إمكانية الثالث، محمد عبد الرحمن على القائمة الثاني، الثالث، جول 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 جول، لا 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 لا، أحمد عبد العظيم، أسيست كانت من بكري المدينة ومحمد عبد الرحمن بكيفية غريبة، مش معقول مش معقول، كيف هذا محمد عبد الرحمن؟ هذه الكرة تصوب بشكل سهل
في دين الحارس احمد عبد الله عظيم، كرة تعود من باسكال واوا، باسكال شوارع في دفاع هلال الابيض في اللحظات الاخيره، كره اخرى من احمد ادم، ادم يلعب كره مع رمضان عجب، يغير من جهه اليمين، بكري المدينه مفتاح المباراه، مفتاح بكري المدينه يلعب يدخل المنطقه، بكري عدي، بكري حاول، تعود الكره ويرجع الاستحواذ، الاستلام، التصويبه له، مره اخرى بكري المدينه، لمسات قصيره، المحاوله ما زالت للمريخ، يمر من اليمين عاطف خالد، عاطف أحمد آدم يطلب من جماهير المريخ المزيد من التشجيع والمناصرة، ابتهاج أكيد بهذا الانتصار. الآن يا أحمد آدم يرفع الكرة، يلا بكري المدينة الرأسية كانت خارج المرمى، عديد الجماهير من الخرطوم تحولت لمساندة فريقها القلعة الحمراء. المارد الأحمر الزعيم في هذه المباراة يتزعم المباراة، كرة أخرى من صالح نمر مع رمضان عجب، كرة تعود للقائد التاج إبراهيم، التاج إبراهيم، صالح نمر، نمر إلى رمضان عجب في وسط الميدان، رمضان يلعب كرة ولمسة مع عاطف خالد، عاطف يعود إلى باسكال واوا، باسكال واوا يرفع باسكال، كرة طويلة يبحث عن التاج إبراهيم، التاج كاد ياخذها التاج ابراهيم هذه الكره، لكن يستفيد من تماس، التماس الاحمر بقرار من المساعد الثاني يوسف التريفي، التاج ابراهيم يقدم واحده من افضل المباريات امام فريقه السابق الهلال الابيض، كره في وسط الميدان، هلال الابيض لم ياتي للمباراه اليوم، بقي في القلعه، قلعه شيكان خارج الملعب، خارج الاستاد، كرة أخرى مباشرة للمريخ، قيادة هجمة من محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن 2-1، لكن الغلبة لدفاع هلال الأبيض، الكرة تعود مجددا، 4 دقائق وقت بديل، آخر 4 دقائق في المباراة، 2-0 المريخ يتطلع للنقطة 60، وهلال الأبيض هل يتجمد رصيده في النقطة 46 في المركز الرابع، خلف أهلي الخرطوم 47 نقطة. الهلال متصدر ب 61، أذكر كل مشاهدينا الكرام أعزائي على قنوات الكأس الرياضية في هذا النقل المباشر لمباراة القمة بالنسبة للدوري السوداني، كرة ثانية على أرضية الميدان، حافظ عبد الغني يطلب مواصلة اللعب الهجمة لهلال السودان، لا زالت الكرة يجب إخراجها، كرة تعود مرة أخرى لبكر المدينة، المدينة وكرة لنيلسان، نيلسان تعود لهلال الأبيض، المحاولة ممكن من خميس جيزة، خميس، خميس يحاول المباغتة من بعيد لكن بعيدة، بعيدة، ماذا يفعل خميس جيزة؟ هل من هذه المسافة وبهذه المحاولة وبهذه التصويبة يستطيع أن يباغت الحارس منجد النيل؟ لن ينال بهذه الكيفية من شباك منجد خميس جيزة في الوقت البديل. هؤلاء عشاق المارد الأحمر لا ينامون، يرددون، يهتفون، يناصرون، يدفعون بالفريق معنويا وماديا. كرة أخرى من منجد النيل تعود لدفاع هلال الأبيض في وسط الميدان، الكرة من عند نيلسان، لمسة قصيرة للفضل التوم إلى علي خلف الله، علي خلف الله، كرة لنصر الدين الشعيل، نصر الدين في وسط الميدان مع الغني نيلسان، نصر الدين مرة أخرى، نصر الدين، كرة لعلي خلف الله، أوريال، علي خلف الله، أوريال يرفع الكرة، موجود باسكال واوا، صالح نمر، انسجام بين هذا الثنائي دون هفوات ودون اخطاء، والركنيه لهلال الابيض والتنفيذ من مهند الطاهر الكابيتانو اليوم غائب عن المباراه، الغائب الحاضر، كره ولمسه راسيه كاد يذلل الفارق من اجل تسجيل هدف حفظ ماء الوجه هلال الابيض في مباراه اليوم في هذه الامسيه الكرويه السودانيه، كره جانبيه. آخر دقيقتان خلاص تقريبا كل شيء انتهى في المباراة،
المريخ 3 نقاط، وهلال الأبيض يتجمد الرصيد في النقطة 46. أذكر هلال الأبيض خذ الفترة الثانية بنقص عددي بعد طرد سليمان سيسي السنغالي مدافع على محور بعد الاعتداء، وضربة الرأس لأحمد التش الذي تفتن لها المساعد الأول محمد عبد الله. تعود الكرة لعلي خلف الله، علي خلف الله يرفع الكرة الطويلة، تدخل من باسكال واوا، إضافة كبيرة بالنسبة لباسكال في الدفاع المريخ في المحور بالتحديد. كرة في وسط الميدان لشعيل ناصر الدين، الشعيل يغير إلى فضل التوم، فضل ناصر الدين مرة أخرى، المحاولة بالنسبة للهلال، آخر المحاولات مرة دلتار، كرة جول 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 جول، يرجع هلال الأبيض، هدف حفظ ماء الوجه بالنسبة لهلال الأبيض للفخامة عنوان هلال قلعة شيكان ساطع في سماء السودان في السنوات الأخيرة، يعزف أحلى الألحان بهدف حفظ ماء الوجه في هذه اللحظات بهذه الكرة وهذه اللمسة وهذه التمريرة، وكرة نصر الدين الشغيل في توقيت 90+4 تقريبا في آخر دقيقة من الوقت البديل، في ذات اللحظة ينهيها حكم المباراة حافظ عبد الغني ب3